like, share and subscribe. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غوليزان. مرحبا بالجميع. اليوم إن شاء الله فيديو لسنة خامسة ابتدائي 5e année primaire. vocabulaire les adjectifs cardinaux. واش معناتها les adjectifs cardinaux؟ les adjectifs cardinaux indiquent le nombre, la quantité, ils sont invariables. Alors هاد les adjectifs cardinaux راني في الجمع وفي المفرد نقول cardinal. Des adjectifs cardinaux. واحد نقولو un adjectif cardinal. واش يبين لي بلي العدد ولا الكمية. Ils sont invariables. Ça veut dire ما يتبدلوش. إلا الأن عندها الفيمينة تاعها المؤنث تاعها أون. واحد اللي هو أن فيمينة تاعه أون. Alors les adjectifs cardinaux لازم نعرف بلي العدد بصح العدد مكتوب بالحروف. Les chiffres écrit en lettres, مكتوبين بالحروف. 20 ou 100 dans certains cas prennent un s. Donc عندنا ال1 الفيمينه تاعها اون وهذه 20 اللي هي 20 و100 اللي هي 100 في بعض الاحيان يدوا الاس ماشي دائما بصح الاخرين ما يتبدلوش. دونك كتبتهم لكم هنا شهم لا لي زادجكتيف كاردينو هادو اللي مكتوبين بالاخضر يعني هاد الارقام مكتوبين بالحروف. كي نشوفهم مكتوبين بالحروف نعرف باللي هذا سموه ادجكتيف كاردينال ولا هادو سموهم لي زادجكتيف كاردينو. 0 1 1 مذكر مؤنث غير هذا. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 وروح ديريكت 30 تيليتون 40 50 60 70 80 90 100 1000. نعاودو 0 1 1 2 3 4 ماشي 4 كاين بزاف اللي يقولوا 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ماشي 13 13 14 15 16 ماشي 16 16 17 18 19 20 21 30 40 50 60 70 80 90 regardez 80 il y a le s à la fin بصح في 80 10 ما كاش الاس c'est pour ça هذا ماهوش invariable donc قلنا ال1 وال1 ال20 وال100 خطره يدو اس خطره ما يدوش اس عندنا 100 عندنا 1000 وعندنا حتى المليون حتى المليار حتى البليار تعرفوا كاع الاعداد تري بيان باغ اكزومبل هذا الدرس كيفاش يجيني في الامتحان يقول لك غولاف دو تيكست لي ادجكتيف كاردينو يعطيك نص ويقول لك استخرج غولاف دو تيكست عقلوا على هذه الكلمه كي تسمع ديجا لازم تعرف تقراها غولاف دو تيكست نعرفها في القراءة ونفهمها باللي هي استخرج من النص شنو نستخرج لي زادجيكتيف كاردينو يقولك دو ولا تخوا باغ اكزومبل دو زادجيكتيف كاردينو تخوا زادجيكتيف الا قال لك لي زادجيكتيف كاردينو سا فيدير تخرجهم كاع ولا يقولك ان ادجيكتيف كاردينال يعني واحد حسب الرقم اللي يعطيهولك تفهمنا حطيت لكم زوج تاع نصوص صغار على الحيوانات على لي زانيمو ونشوف صبروا دقيقه فوالا نسهل على روحي ونديروا لي زادجكتيف كاردينو الوغ نديروا بلي هذا النص صغير لا غازيل ا دو جولي كورن اون بيتيت تيت اي كاتر بات فين هاد لو تيكست على من يهضر على لا غازيل الوغ خاصنا لي زادجكتيف كاردينو نروح نشوف عندي دو اثنين عندي اون بيتيت تيت رأسها واحد صغير 4 pattes fines donc 2 1 اللي هي واحد 4 4 هادو لي زادجكتيف كاردينو نشوف النص الاخر ليليفون اي ان انيمال سوفاج il a deux grandes oreilles deux défenses une longue trompe et quatre grosses pattes alors ليليفون يروح كاين اللي يروح يدير لي ان هادي لا هو حيوان هنا ماشي ان يعني واحد هادي اداه التعريف تاع الاسم
هو حيوان سوفاج الى دو غراند زوري الاذنين كبار زوج دو ديفونس عنده اون وحده لونغ ترومب الخرطوم واحد اون اي كاتر غروس بات دونك دو دو اون كاتر نخرج دو غي وحده نكتب دو اون كاتر هادو هما لي زادجيكتيف كاردينو اللي خرجتهم من هاد التكست التاني دونك لو دو نعاود لا غازيل ا دو جولي كورن اون بيتيت تيت اي كاتر بات فين حنا تعلمنا لا غازيل شافيها في الجسم تاعها لي كورن القرون لا تيت تاعها راسها صغير ولي بات فين يعني كرعيها رجليها رقاق بزاف ليليفون الفيل ايت ان انيمال سوفاج حيوان متوحش عنده الى شوفوا دائما نستعمل افوار من بغي نهضر على الجسم دو غراند زوغي ودونين زوج كبار غراند دو ديفونس هذوك ديفونس اللي يخرجوا من فم هذوك زوج بويدين عنده زوج اون لونغ ترومب الخرطوم تاعه طويل و كاتر غروس بات وربع رجلين كبار دونك فوالا نعاود نحط لكم هنا لي زادجيكتيف كاردينو لازم تتفكروا دائما كي تسمع ادجيكتيف كاردينال ولا لي زادجيكتيف كاردينو لازم تعرف باللي الرقم مكتوب بالحروف تبقى لك في راسك الرقم مكتوب بالحروف لي زادجيكتيف كاردينو ادجيكتيف كاردينال وما دابيك هنا لو كان دير بوز وتكتب هادو راهم مكتوبين تاني في الكتاب تاعكم في الصفحة الأولى داكوغ ماذا بيك تكتبهم تتعلم تكتبهم تتعلم تشوفهم كي تقراهم داكوغ باش ما تغلطش فيهم كي تشوفهم في النص بالخف تجبدهم دونك فوالا وصلنا لا فان دو لا فيديو ان شاء الله المرة الجاية نديرو لا غرامير وجدوا روحكم للدرس اللي بعده باش نكملو غرامير كونجوغيزون اورتوغراف من بعد نروحوا للوضعيات الإدماجية الوضعية الإدماجية نعلمكم كيفاش تكتبوا تعبير على الحيوان تاع لا سيكونس الاولى داكوغ في لا سيكونس الاولى نهضروا على الحيوان على الجسم تاع الحيوان داكوغ والسيكونس الزوجة نزيدوا الاكل تاعو العائله تاعه ايتترا دونك تبعوا معايا مليح باش توصلوا توصلوا تكتبوا وضعيه جيده بالفهم ماشي غير بالحفظ واللي راه باغي الكتب تاعي كوم دابيتود الكتب تاعي كاين في كل ولايات الجزائر بارتو في الجزائر عندنا كتاب هذا تاع القواعد وعندنا تاع الوضعيات الادماجيه اللي ما لقيتوش باش نوريه لكم داير تعرفوه كامل على بالي بلي الاغلبيه تاعكم يعرفوه دونك يتباع في الولايات كامل ماذا بكم تروحوا تشروه يعاونكم بزاف واللي شراوه يقولوا لي رايهم ونقول لكم تبقاو على خير ونشوفكم تري بيانتو فيديو جديده.